السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي. اليوم سوف أكلمك عزيزي المستمع عن تقنية هائلة حققت نتائج مبهرة، سواء في تجلي الأهداف أو نسيان الأحداث المؤلمة أو جذب المزيد من الأهداف لحياتك. هذه التقنية قد تبدو فلسفية لكن نتائجها جد مبهرة وقد أسعدت الكثير ممن جربوها. المعلوم أن العقل لا يميز بين الحقيقة والخيال، كما أن الأشياء المكتوبة هي الأشياء الأكثر رسوخا في العقل، بمعنى أن عقلك يتذكر بشكل أفضل الأشياء المكتوبة. وبالتالي لاستعمال هذه التقنية الرائعة ما عليك إلا أن تكتب رسائل لنفسك. نعم عزيزي المستمع، قلت إنها تبدو فلسفية بعض الشيء لكنها غاية في الروعة والإبهار. أن تكتب رسائل لنفسك بصيغة كأن أحدا أرسلها لك في الماضي، ومضمون الرسالة أنك في الطريق لتحقيق أهدافك، أو أنك سوف تحققها، أو حتى أنك اليوم حققت أهدافك وكل شيء أصبح من الماضي. حاول أن تكتب 2 إلى 3 رسائل وبعد ذلك خبئها في مكان لا يعرفه أحد، وفي نهاية الأسبوع مثلا أكشف تلك الرسائل وأقرأها بعمق وتمعن. هنا أنت ترسل رسائل إلى عقلك أنك فعلا في الطريق لتحقيق أهدافك أو أنك حققتها بالفعل، وبالتالي تجعله ينتج دبدبات الوفرة والتمكن فيرسلها إلى الكون ليتلقى المزيد من الدبدبات في نفس الصنف بإذن الله. إنها طريقة غاية في الروعة والإبهار. أتمنى أن تساعدك عزيزي المستمع في تحقيق أهدافك بإذن الله. يوسف حسن، إلى الملتقى.